أهميتها في فقه النوازل. تعلمون أحبتي أن سأقدم العرض حتى أوجز، سأقدم العرض من خلال العناصر الآتية: ما قدم منها فقد قدم، وما لم يقدم يبقى ليقرأ في نصه المكتوب. أولا، مفهوم النوازل الفقهية والمصطلحات المرتبطة بها. ثانيا، أسس الإفتاء ومنطلقاته في فقه النوازل. ثالثا، حركية الفقه الإسلامي وتجليها في فقه النوازل. رابعا، مصادر النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي، سواء كانت مؤلفات أو أصول وقواعد، أو أصول مذهبية وقواعد مذهبية كذلك. خامسا، خصائص فقه النوازل، وهذه الخصائص لخصتها في الواقعية، السعة والمرونة، الاتساع والشمول، الاستيعاب، ثم الوسطية. العنصر السادس من عناصر المداخلة وهو قواعد منهجية في الإفتاء لدى النوازليين. قواعد منهجية في الإفتاء لدى النوازليين. هذه القواعد أجملتها في ستة قواعد، وهي: حفظ الدين من مصادره الأصلية، الكتاب والسنة إلى آخره. ثانيا، الاستدلال على الفتوى في أي نازلة، معنى أن كل فتوى إلا ويستدل لها بدليل أو مجموعة أدلة. ثالثا، عرض الفتوى على آراء من سبق، بحيث أن النوازلي لا يفسي في النازلة الطارئة إلا بعد أن يعرض آراء من سبق. رابعا، إعمال قواعد التعارض والترجيح، مما يدل على أن الفقيه النوازلي هو فقيه أصولي ارتقى إلى درجة الاجتهاد، من درجة التقليد إلى درجة الاجتهاد. إذن فهو في الغالب غالب النوازليين منهم من يبقى في دائرة المقلدين، لكن معظمهم يرتقون إلى درجة الخلاف العالي أو فقه الخلاف العالي والاجتهاد. خامسا، أو القاعدة المنهجية الخامسة، وهي الإفتاء بمشهور المذهب، وهذا عنصر مهم جدا في وسطية فقه النوازل. سادسا، مراعاة الأحوال والضرورات والأعراف. وكل هذه القواعد المنهجية كما يتبين هي قواعد تدفع الناس إلى الخيرية والوسطية والعدل. كما أنني ذيلت المداخلة بتطبيقات، هذه التطبيقات شملت مجموعة من النوازل لدى فقهاء النوازل الكبار، ومنهم المنشاريسي في معيار، منهم البرزولي، ومنهم السجلماسي الهلالي صاحب النوازل التي طبعت مؤخرا، ومنهم كذلك مصادر العمل، العمل السوسي، العمل السجلماسي، العمل الفاسي، العمل الطنجي الذي يعني كتب فيه أخيرا. ذلك أن هذه التطبيقات تبرز أن من أهم وأجود الثمرات التي يستفاد منها في فقه النوازل راجعة إلى النوازلي أولا، ثم إلى الباحثين من بعده والناس أجمعين. سأنتقل مباشرة إلى العنصر السادس وهو الوسطية. من خصائص فقه النوازل الوسطية. إذن أين تتجلى لنا الوسطية في فقه النوازل؟ إن من أهم خصائص النوازل الواقعية والوسطية. فالواقعية مستمدة من واقعية الإمام مالك وارتباط فقهه وفتواه بما تحته عمل، لا كلام إلا فيما تحته عمل. وقد كان أصحاب مالك يحتالون أن يجيء رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب فيها، لأنه كان أحرص على ربط فقهه بالعمل. فنوازل المعيار والبرزولي خاصة وغيرها عامة تمثل نموذجا لهذه الواقعية. كما أن من خصائص فقه النوازل المقاصدية، ومن المعلوم أو ومن العلوم التي يحتاج إليها في فقه النوازل علم المقاصد، وقد برع المغاربة في هذا العلم بلا شك. كذلك ملمح الوسطية في فقه النوازل،
تختلف المادة العلمية في كتب النوازل عن غيرها من كتب الفقهية أو الأصولية أو الشرعية عامة، فملمح الوسطية يتجلى في أسلوب عرض النازلة وتلقيها ومعالجتها حتى يستخلص منها الحكم. فمادة المسائل النوازلية هي عبارة عن استجلاء رأي الإمام أو المفتي في أمور واقعية حدثت لفرد أو جماعة. هذا العرض إما أن يكون شفهياً أو مكتوباً أو عبر رسالة. كذلك قلت من القواعد المنهجية هو مراعاة الضرورة وما جرى به العرف والعمل. يقول الفقيه الوزازي صاحب النوازل: إن الإفتاء بالمشهور حاضر بقوة في أجوبته، في أجوبة الوزازي رحمه الله، عملا بما به الفتوى في المغرب واقتداء بكبار علماء المالكية الذين كانوا لا يتجاوزون الإفتاء بالمشهور كما هو في المعيار. فقد أثر عن المازري أنه قال: منذ 70 سنة ما أدركت أشياخي إلا وهم يفتون بالمشهور. وقال أيضا: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه. وعلل إفتاءه بالمشهور بقوله: لأن الورع قل بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها. أما مراعاة الأحوال والضرورات والأعراف، فيعتبر العرف في الاصطلاح هو مطمأنت إليه النفس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. لذلك اهتم فقهاء النوازل وكانوا يلحظونه في كثير من المسائل. من ذلك عندما سئل الوزازي عما يشترطه الأب في عقد نكاح ابنته لنفسه، هل يكون له ذلك أم لا؟ فأجاب: كل ما يشترطه الأب على الزوج في نكاح ابنته أو جرت به العادة فهو ملك لابنته، سواء اشترطه لها أو اشترطه لنفسه، إذا اعتمد جريان العرف والعادة. وسئل: هل يجب تسمية أجرة الوثيقة عند إرادة كسبها أم لا؟ فأجاب: ما له أجرة معلومة من الوثائق فلا يحتاج إلى تسميتها، لأن العادة كالتسمية. لاحظوا كيف أنه بنى عدم اشتراط الأجر في الوثيقة على ما جرت به العادة، لأن العادة كالتسمية. كما سئل عن حكم الصلاة خلف من لا ترضى حالته، فأجاب: قال الإمام أبو سعيد بن لب: صل خلف من شئت من المسلمين، فإن كان عدلا فله ولهم، وإن كان غير عدل فلهم وعليهم. أما قاعدة العرف والعادة، فإننا نعلم أنها مبنية على أن تغير الأحكام يكون بتغير الأزمان، والقول الضعيف يتقوى بمقصده الشرعي كما تعلمون ذلك. واقعة لا يتسع المجال لذكرها أو نازلة، وهي ما سماه الفقهاء النوازليين العقوبة في المال وبالمال. العقوبة في المال والعقوبة بالمال، ومعناها أن يعاقب الحاكم الجاني بأخذ المال الذي ارتكب به المعصية أو كان سببا فيها، ويصرفه في وجوه المصلحة التي يراها باجتهاده. اختلف الفقهاء في هذا، لكن البرزولي أفتى بأن هذا المال يؤخذ ويصرف في جهات أربع: إما أن يوقف من ماله ما يحسم به مدته، وإما أن يعطى للمجني عليه كدية، وإما أن يرد عليه إن حسنت حاله، أي على الذي أخذ منه المال، أو يوضع في بيت المال أو يتصدق به. وقد اعتبرت هذه الفتوى غريبة في عصره، في عصر البرزولي، مما جعل فقهاء الوقت يقومون عليه ويتهمونه بخرق الإجماع، لأن الإجماع أن لا عقوبة في المال في الجنايات، لأن الجناية التي هي حد من حدود الله ينبغي أن يقتص، أن يكون القصاص هو
لكن البرج الافتى بجواز اخذ المال من الجاني ودفعه في مصارف الخير، يدفعه الحاكم في سد الثغور وفي الدعوه الى الاسلام وغير ذلك. واتهموه بانه خرق الاجماع وخالف مشهور المذهب، وممن اتهمه الامام الشماع، وكتب رساله في ذلك، رساله مطالع التمام المشهوره التي حققت اخيرا. ان هذه هناك امثله كثيره لا يسع الوقت للتفصيل فيها، لكن خلاصه الامر ان فقه النوازل يعتبر ماده خصبه في تنميه الملكه الاجتهاديه للفقيه النوازلي اولا، وفي تنميه ملكه البحث الفقهي والاجتهاد الفقهي والتجديد الفقهي كذلك للباحثين في هذا المجال. ونحن نعلم ان الباحثين في الدراسات الاسلاميه قل ما يهتمون بمصادر فقه النوازل، مع انها ماده خصبه تنم عن تطور الفقه وعن ارتباط الفقه الاسلامي بالواقع وباعراف الناس وبعاداتهم وبما تجري عليه احوالهم. فانا ادعو، هناك نوازل كثيره حللتها واستخرجت منها، استنبطت منها كيف ان الملكه الفقهيه تستفاد من فقه النوازل، وكيف ان الفقيه النوازلي يرتب الادله ترتيبا شرعيا، يقدم الكتاب اولا ثم السنه ثم الاجماع ثم القياس. اذا لم يجد هذه الادله يلجا الى مصادر الاستحسان التي هي استحسان المصلحه المرسله والعرف وسد الذرائع وغيرها من المصادر المقاصديه التي تثمر وسطيه اسلاميه، وسطيه دينيه لا ألو وفيها ولا افراط ولا تفريط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.